محمد حسان الى اعتصام مصطفى كامل الان. بالفعل مصطفى محمود ضم الشيخ محمد حسين يعقوب والشيخ محمد حسان واعتلوا المنصه الموجوده في منتصف ميدان مصطفى محمود، ولكن مع مجيء الشيخان انطلقت رصاصات كثيره للغايه باتجاه المعتصمين من شارع الاعناب خلف مسجد مصطفى محمود، فضلا عن اطلاق حي بالالي كثيف من شارع البطل احمد عبد العزيز. ولكن يحاول الشباب الان صد الهجوم من خلال تكوين لجان شعبيه وبناء عدد من المكاريس من يعني تحت عدد من الاحجار او الحديديه امام السفاره القطريه او من امام المساكن مساكن الاهالي، بحيث ان يتم ان تكون كاسر من اطلاق النار الكثيف. يعني منذ قليل شهد احد المظاهرين وقد اصابته رصاصه حيه في البطن وتم اخذه الى الاسعاف خصوصا ونحن هنا لدينا اقرب مستشفى هنا مستشفى العجوزه ومستشفى السلام فضلا عن المستشفى الخيري بمصطفى محمود. الصحفي محمد سعيد كان معنا من ميدان مصطفى محمود، شكرا جزيلا لك. أكد أيضا الصحفي محمد سعيد أنه بالفعل انضم كل من الشيخ محمد حسان والشيخ محمد حسين يعقوب إلى اعتصام مصطفى محمود.